بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي يأتيكم عبر أثير الإذاعة الجزائرية من قسنطينة، والذي أقدمه لكم أنا جهاد زهري، وأستضيف لكم في هذا اللقاء طارق العياشي من أبرع صانعي المندول في الجزائر، وهو متواجد الآن في فرنسا. هو في فرنسا منذ 12 سنة. سنحاول الحديث عن هذه وعن هذا الفن، هذه الحرفة، صناعة المندول وصناعة الآلات الموسيقية أيضا بين الجزائر وخارج الجزائر بطبيعة الحال. أهلا بك طارق العياشي، وشكرا جزيلا على قبول دعوة الإذاعة الجزائرية من قسنطينة. أهلا بك أخويا جهاد، السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم على الاستضافة، وقسنطينة على بالك في مغابلي مون انفونس تما، كي قريت في جامعة بن تيمية تما. جميل، ثانوية بن تيمية. ليسي ثانوية بن تيمية، وجي قاعدي دي بال سوفنير إن شاء الله. جميل، إذا نقتسم نفس الثانوية نفسها طارق العياشي، إذا درسنا في نفس الثانوية أنا وأنت. يا سيدي مرحبا بك، راك في دار قسنطينة دار دارك، ومرحبا بك في أي وقت. الله يبارك فيك. الله يبارك في عمرك. إذا طارق، لو كان نتحدث قليلا عن هذا الفن ولا عن هذه الحرفة بصفة عامة، يعني عن صناعة الآلات الموسيقية في الجزائر وصناعة المندول أيضا بطريقة خاصة. هي على كل حال مصنفة فن، ما هيش مصنفة حرفة، لأنها ما تدخلش فريمون في إطار الحرفة، لأنه يعني شوية خارجة على الحرف الأخرين، لأنها لازم تتطلب إمكانيات كبيرة يعني، ودي كونيسونس كبار في دي دومين بزاف، باش الإنسان يقدر يخلي هذيك الخشبة هذيك تاع الشجرة تولي تدخل في تناغم، وتدير مع الفنان، تتجاوب مع الفنان وتخلي الإحساس يروح بعيد، حتى المستمع يدخل في دي ترانس أخفى. ولا يعني الرقي هذا يعني في الفن هذا ما بقاش حرفة، دي باس الحرفة مليح. يعني ولات مسألة مش تقنية بقدر ما هي مسألة ربما روحية متعلقة بالداخل تاع الإنسان. لازم تكون تقنية، تكون متواجدة بالصح، لازم فيها روح اللي تخلي الفنان يتأثر، اللي العازف يتأثر، والمستمع يتأثر. نعم، كيفاش تدخل طارق لهذا الحرفة ولا هذا الفن عفوا، كيفاش تدخل طارق لهذا الفن وكيفاش تعلمه وكيفاش ولا الآن يعني المندول تاع طارق العياشي راهو معروف على الساحة الوطنية، والكثير من الفنانين وعازفي هذا الآلة راهم يتواصلوا معك باش تخدم لهم المندول اللي حابينهما. وعلى كل حال انا في بداياتي، انا كل حال جست ربما يعني من باب التواضع شويه، انا ماشي معروف يعني فريمون توب، مازلت في بداياتي على كل حال، عندي من با 12-13 عام من بديت يعني في اول محاولاتي. بديت محاولاتي في الجزائر في ولايه طارف، بلديه بوتلجه. اللي ما يعرفش سي بين عنابه والحدود التونسيه، ويعني تاثرت ب صانع اللي دا لا غولاف على جون بيليدو في الجزائر العاصمه، اللي هو عمي محمد شافا. غراس ا لوي يعني الحرفه بقات، لانه لو كان هو ما كملش لا غولاف ربما تكون الحرفه هذه ضاعت. هو عطاها روح، عطاها نسق، عطاها على حسب امكانياته، بيان سور على حسب امكانياته اللي كانت متواجده عنده، يعني خلى الفن الشعبي يبدا بصفه خاصه. نعم. يكون شيخ مع موندول، الشيخ مع عود ولا بونجو ولا جيتار. هو محمد شافات أثر به وقلدته في بداياتي، قلدته لأنه لازم ين باز، لازم سيبور. ما تقدرش تبدا يعني هكذاك، ولبعد المسافه اللي يعرف الجزائر من طرف الجي فيها 600 كيلو مع ظروف يعني اللي ما كانتش مناسبه، يعني ما يقدرش الانسان يعني يتنقل باش يتعلم، ولا ما كانش معهد في الجزائر كلها، ما كانش معهد تاع لا لوتري اللي الانسان يتعلم يعني كما يقولوا الفن افيك لي باز دي عود. نعم. وكل بدينا كلنا اوتوديداكت، ودرت محاولات، كان تجاوب بيني وبين العازفين يعني ديما كاينه باش الانسان يقدر بوكيل il peut évoluer، لازم يكون un retour، une critique، لازم يكون une critique باش الانسان يقدر يصلح ويدارك الاخطاء اللي يعملها على شاك فوا. ولحد الان يعني لحد الان مع مسيو محمد عبد النور دي بتيموح،
جيسي داميليوري انكور المون دول، وان شاء الله يعني هذا شرف لنا الانسان يعني يشتغل في ثقافته وفي لا كولتور تاعو أكيد. وبتيموح ويحاول يعني يطورها. راهو معروف على الساحة الفنية ومعروف على الساحة الغنائية خاصة في الشعبي، وهو يعني يتطرق لبزاف يعني أنواع موسيقية كما القناوي، كما صح حتى أنه يخدم لي فيزيون، يعني يخدم مع لي فلامينكيست، يخدم مع لي جازمان، يخدم مع الكثير صح من صناعة الآلات الموسيقية في الجزائر. ذكرت أنه ما فيش معهد مثلا متخصص يكون الناشئة اللي تحب تتعلم للأسف ما صناعة فيش، الآلات للأسف ما فيش. الموسيقية. علاش في رأيك راجع هذا الأمر؟ علاش في رأيك غياب معهد من هذا النوع، رغم أنه هذا الصناعة مطلوبة بزاف، وخاصة يعني الموندون نلقاوه في الكثير من الطبوع الغنائية سواء في الشعبي والله سواء الله أعلم. والله يعني على كل حال في لحد الآن فيه دي فامي هما اللي متورثين الحرفة هذه الفن هذا، وأنا ما فهمتش depuis l'indépendance jusqu'à maintenant ما كانش يعني ما خموش انهم بالتعاون مع وزارة الثقافة بيان سور، ما جو سي با علاش ما كانش دي زاتوليي وين لي جون او ليو يدير شي حاجة اخرى، ولا كاين مولوعين بزاف شباب في الجزائر بالفن الشعبي اون جينيرال. انا كنت واحد منهم مولوع بالموسيقى الشعبية، بعدين وليت تريت ان انسترومون، بعدين وليت صنعت مون انسترومون مون موندول، من بعد بديت هكذا شويه نعمل لي دي كوبي، من بعد بشويه بشويه وليت نحط شويه لمسات بيرسوناليزي ان بو. اول موندول طارق سامحني قطعت كلامك بالعسل كيما نقولوها، اول موندول ربما صنعته شكون اللي قيمه لك؟ كيفاش كانت قيمك ليه؟ وماذا بيدي لي مقاربه ومقارنه بين اول موندول صنعته واخر موندول خدمته؟ اول موندول صنعته كانت في ولايه طارف في قوتلجا، بلدي قوتلجا، كان صنع يعني متواضع يعني بالامكانيات اللي كانت عندي في هذاك الوقت. كنت ايتوديون في الجامعه تاع باجي مختار في عنابه، عرضت على شيخ في قوتلجا اسمه شيخ العياشي، مش العياشي يعني هو اسمه انا لقبتي. وبعدين رحت لليوتي في عنابه اسمه حسن بوزبده، عرضت عليه المنضال، كان في تبادل ثقافيه مع ولايه تمثيله مع دار ثقافه في الوقت هذاك، يعني اعطاني هذا ليزيدي ونقدر نطور كذا، يعني تبادل بسيط. بعدين هجرت على جيت على فرنسا دي كمال الدراسة ايتو، وهنا في فرنسا ما نكذبش عليك كاين الامكانيات للناس اللي تحب تطور وتخدم يعني تدير مجهود باش تطور الهواية تاعها الفن تاعها. هل هناك معهد في فرنسا لهذا النوع من الصناعات؟ بيان سور بيان سور، كاين ليكول دو ميركور دون ليكول دو ميركور نور دو لا فرانس، كاين معهد للكواتور تسمى الفيولون لادو ماندولون فيولونسيل كونترباس ايتترا، وكاين في نفس المعهد بور لي غيتار، غيتار اكتوب، غيتار كلاسيك، غيتار فولك. نعم، وانا شفت حتى بعض الطلبه المتخرجين يعني رساله التخرج تاعو تكمن في مثلا اله غيتار تاع مانوش مثلا يخدمها ولا صح في هو تخصص يعني. نعم، تخصص باش دير جوست ان انسترومون واحد، تتخصص 3 سنين 4 سنين باش دير تا طون انسترومون، بعد دير تا سولونس ايتترا، ومن بعد تخرج حرفي اغريي بار ليتا، ومام فيه مام دي كونكور باش بور لو ميور لوتي دو فرانس. يعني في ايطاليا كذلك يعني. نعم. في مجال الفايلين ايتترا كاين مدينه كريمون، انا زرتها مدينه كريمون، فيها معهد كبير تاع صناعه الالات الموسيقيه. جميل. ويعني سي دوماج ما كانش معنا في الجزائر يعني للاسف. نعم للاسف والله. انا حلمي ان شاء الله في المستقبل انه يكون تعاون ان شاء الله مع وزاره الثقافه، انه يعني لو نفتح حتى معهد صغير يعني نبداو به على الاقل باش نبداو به. في النهايه كاين الات بزاف تمثل التراث المادي الجزائري. بيان سور بيان سور، كاين الات يعني تخص الجزائر فقط يعني والله الات ربما كاينه في طبوع اخرى غربيه، لكن الجزائر تستعملها بقوه في فنونها، في المالوف، في الشعبي، في التراث الاندلسي، في الكثير من الطبوع الغنائيه الموسيقيه الجزائريه. ما كانش غير موندول، كاين الرباب الجزائري. الرباب نعم. ربما اللي يستعملوه القناء اللي يلعبوا الطابع القناوي.
كاين العود العربي، العود العربي، نعم. يعني العود العربي يعني ماهوش نستوردو من مصر ولا من تونس القصعة، ومن بعد ركبوا لها مانش تاع عود عربي ونديروا دي موديفيكاسيون. يعني للأسف يعني الناس باش يبيعوا لاسبي كوميرسيال لا دوميني شوية على على الميدان هو صراحة. طغى يعني اصلا، يعني حتى في الجانب الموسيقي طغى واحد الجانب تجاري على الكثير من الطبوع الغنائيه، صح، والاصل بقى محتكر عند نخبه. محتكر يعني نقولها بصراحة، يعني احتكار كاين بصح فيها قلة الإمكانيات، ويعني للأسف يعني مع ربما مع الظروف المعيشية ايتو الواحد ما يقدرش يترونسمي الميساج دوتر صحيح، دير مثلا ربما هذا. طارق العياشي، ربما لو كان توافقني الرأي، يعني وجود مثلا معهد ولا مدرسة ولا متخصص في صناعة الآلات الموسيقية وتعليمها للأجيال، ما راحش يكون أيضا احتكار المعلومة، لأنه كما نعرفوا الصناعات هذا التقليدية تصور هنا، خاطئ في. يعني الصناعات هو التقليدية تصور هنا خاطئ. نعم بصفة عامة هنا في الجزائر، تلقى كما قلت لي قبيل العائلات ربما اللي محتكرة هذا النوع، ممكن جدا أنها ما تمدش الصنعة للغرباء للناس المحبين، ممكن جدا أنها تحتفظ به لنفسها فقط، لكن وجود مدرسة ووجود معهد يكون ناس في هذا الاختصاص راح يلغي تماما هذه المسألة، ويولي بإمكان جميع الشباب المولوع بهذا الأمر أنه يتطرق ليه ويصنع آلة وتخرج للعالم ويبيعها إلى آخره. نعم، أنا نعطيك مثال فقط. نعم في مدينة كريمون في إيطاليا في العصر الذهبي تاع الفايلين كان 500 لوتيي في مدينة واحدة، والناس من العالم كله يجي ويديروا دي ستاج ويتعلموا ويديروا الحرفة ويروحوا لبلادهم. لكن الأصل الفايلين قعد ديما معترف به باللي جاي من إيطاليا. نعم نفس الشيء في الجزائر، يعني لأنه تبادل الخبرات وتبادل التقنيات يفتح المجال باش يتطور الحرفة. أكيد لو كان أكيد كل واحد يبقى في دون سابول ويبقى غير وحده. انا زرت كالكوليتي في الجزائر عنده 30 40 سنه وهو في الحرفه هذه، كيجي نجي نتبادل معاه بعض المعلومات تحسه هايب، ما يحبش يقول مثلا انا ندير هذه بهذا الطريق. وهذا مشكل أيضا، وهذا مشكل ثقافي، مشكل ولكن بعد ما عرفت طريقته غلطة أصلا من الأول، يعني تحشم تقول له سي با كوم سا دير، يعني هاي لا تكنيك صحيحة، تحشم تقولها له باسكو راح تو فال بليسي تو فال جيني. يعني للأسف خاصة يعني كي يعود لأنه قديم يعني في الصنعة وقديم في هذا سابقك في الحرفة، ما تقدرش تقول له دان كوت تو بالاي واش دار كامل في حياته، ولا تقول له تا كارير فالي فوس، ولا زعما يعني تحاول هذيك لا توصل له تكنيك فالي فوس دي ديبي. ربما تحاول توصل له المعلومة ربما بذكاء فقط. هو تبادل يعني هنا شوف في فرنسا وفي اوروبا اون جينيرال، يعني تبادل عنده دي ليميت، ماهوش الواحد يعني يل ديفيول سي سكري زعما دو فابريكاسيون نعم اللي قادرين اذا داوهم له راح تروح عليه يعني ان كارير. بصح كاين حوايج بازيك سامبل، يعني اسافوار، يعني اللي يقدروا يكونوا ناس يقدروا يفتحوا معهد يقدروا يخليوا هذه الحرفة تزدهر وتنتشر، يعني سي دوماج. نعم وانا ما نلومش الناس هذوما باسكو دان كوتي ما كانش يعني امكانيات، ودان اوت كوتي مثلا الخشب بيته قليل صغار في الجزائر، يعني باش يعني تلقى المادة خشب الأولية، وش من خشب دي ربما بوا نوبل. الخشب المستعمل في هذا الفن، وكي تحكي لي على الخشب ماذا بيا ندخل معك للورشة ونشوف كيفاش تبدأ تخدم، ربما وش هي المواد الأولية المستعملة، كيفاش يبدأ طارق تجهيز المتقن تاعو البلاصة اللي يخدم فيها، وكيفاش القياسات كيفاش تكون، حدثني عن الأجواء هذه وعيشني معك فيها طارق. انا اذا بديت في ماندول لازم باسكو جو مي باس با على الكليون واش يقول لي مثلا دير لي خشب هنا. دابخي مون اكسبيريونس انا هو اللي عملت موديل ستاندار للماندول العياشي، يعني جو بارل ماندول العياشي با نعم ماندول، يعني جو مي باس دابخي مون اكسبيريونس جي اسيي دي بوا اكزوتيك دي بوا اوروبيان ايتترا. انا جو مي سوي بازي سور لو باليساندر انديان نعملو بيه لو فون اي لي زيكليس تاع الماندول، اي بور لا طابل دارموني تسمى الوجه تاع الموندول هذاك، نعم اما غيت سيدا ولا ايبيسيا. ايبيسيا هو نوع من فامي دي سابان، هذا سي لو موديل ستاندر. من بعد كاين دي بوا بريسيو دي بوا نوبل ايتترا،
هادوما كوم باغ اكزومبل لو زيريكوت لو كوكوبولو سي دي بوا اكزوتيك اللي عندهم يعني ان سيرتين كاركتيرستيك ميكانيك اللي ما فيه اللي ما همش في الخشب العادي يعني اللي نعم، نعرفوه حنا. يعني ربما بعد حتى نوعية الصوت ولا كاليتي تكون مختلفة بزاف. الصوت لو تامبر تاع الانسترومون يتبدل، لا بوتي تاع الانسترومون سي سا اوغمونت لا فالور تاع الانسترومون، كما يقولوا متعة للاذن وللعين. الموندول ابري كي هادو تفضل. الاخشاب نجففهم هنا نشتريهم يعني سور انترنت. بعض الاخشاب نروح لسيري باش نقتنيهم اونسي، نجففهم عامين 3 سنين، من بعد جو برون دو مون ستوك ونبدا في الانسترومون باش يكون لو بوا او موان ستابل افيك اون هيغرومتري تما درجه الرطوبه بين 40 و 45%. نعم، حتى لانه مثلا اذا خدمت مثلا ان انسترومون افيك ان بوا يكون ساتوري تما بالهيوميديتي فيه لأن درجة الرطوبة عالية 80%. بعد ما تلصقوا وتجمعوا وتكملوا سي الفواياج مثلا كندا، وكندا في الشتاء يديروا الشوفاج قوي بزاف. دونك في هذيك المنزل هذاك تاع الكليون درجة الرطوبة راح تطيح مثلا توصل 30%. فالانسترومون هذاك يلفا باسي دو 80% ا 30%، وهنا راح يكون تشققات في الخشب، وكأنك تحس أن تشقق الموندول الخشب. تحس هو كأنه كائن حي قاعد يتنقل بين. الخشب يبقى حي. نعم، الخشب يبقى حي يعني لازم دي كونديسيون دو ترافاي. يعني مثلا درجة الرطوبة لو كانت تكون عالية ولا هابطة بزاف وتجمع فيها الانسترومون وتكملوا فيه سي ان ريسك. تمام، هذه صافي بارتي دي باس تاع الصناعه يعني. نعم، زايد على هذا لازم الواحد يكون يعرف القطع، كيفيه القطع في لو ترون دارب هذا، كيفاش مقطوع اون كارتي ولا اون دوسيي ايتترا، باش يقدر باش كي لما يجمع الانسترومون يكون لو بلو ديورابل بوسيبل. نعم، باش لانه هي يعني سي لا ميكانيك باسكو كاين لي كورد يديروا ان تراكسيون غادير 90 كيلو 90 كيلوغرام، لازم يكونوا هذوك القطع مجمعين بطريقه انه يقدروا يريزيستيو لهذاك الضغط باش ما يفسدش الانسترومون وما يتعوش وما يتشققش ويلفي لو بلو لونتو بوسيبل. طارق العياشي، يمد سر المهنه لو كان يجيه مثلا واحد يحب يتعلم، والله واحد يحب يفهم كيفاش هذه الصناعه، والله واحد مولوع، والله ممكن انك تحافظ على السر هذاك حتى تشوف صح انه الانسان يستحق انك تمد له هذاك السر. هي كاين زوج انواع من الاسرار. كاين اسرار عاديه يعني مثلا كاين اشياء لما عملت جي ديسيدي دو فير اون شان يوتيوب عطيت فيها بعض المعلومات يعني الانسان لازم يكون على علم بها، عنده على علم بها اللي تدرس في المعاهد لالوتري العاديه يعني. يعني كاين دي لوتي في الجزائر لحد الان مازالوا يخدموا بطرق غالطين يعني. يعني للاسف هذا لانه ما كانش فيه معهد يعلمك لي باز تاع الميتي. ثانيا كاين اسرار اخرى يعني في كما يقولوا درجات يعني. نعم، كاين اسرار ما نقدرش نمدهم حاليا ربما بعد 5 و10 سنوات، وكاين اسرار اللي انا ما زلت نبحث فيها. صحيح، نعم، يبقى الانسان يبقى ديما يبحث نورمال يعني ساعه ساعه تكتشف سر وتقول واو هذه النقطه كنت غايب عليها. ولا باش يكون في علمك يعني انا زرت طمال دو لوتي هنا في فرنسا، ونقصد دي لوتي اللي عندهم ديجا اون غراند كارير تما اون فان كارير بريسك هكذا باش كي تقصدو يعطيك اسرار. ماهوش كيما واحد جديد جون بدا في العمل اللي تو ايتترا، نعم. راح ربما مش راح يعطيك 100% من الاسرار، راح يعطيك شويه برك ومن بعد يبقل عليك يقول لك انا ما نعرفش يعني ما يقدرش. بصح واحد اون فان كارير عنده اسم، عنده دي زوفراج، عنده كتب، عنده اون كارير ديغيغ، يقدر يعطيك اسرار، يقدر يفيدك، يقدر يعطيك حتى لي فورنيسور اللي يقتني من عندهم اللوازم
اللوازم تاع الحرفه تاعي. نعم. طارق العياشي، حبيت نسقسيك ايضا سؤال، هل على صانع الالات الموسيقيه والموندول خاصه بما انه اختصاصك عليه ان يكون عازفا ومتذوقا للموسيقى بالضروره، ام انه هناك يعني حالات تصنع هذه الالات وما يعزفش ربما ولا ما يدوقش؟ هل هو شرط انك تدوق، شرط سواء في جماليه الاله، في احترافيتها، في الصون اللي تخرجه، يعني في هذه الامور؟ انا بالنسبه لي في نظري الشخصي لازم اوموا يكون عازف على اله من الالات. مثلا انا لما ندير موندول ونكمله لازم نكون اوموا نعرف نعزف عليه باش نشوف اسكو العمل تاعي راهو في المستوى ولا ماهوش في المستوى. نعم. على درجتي الشخصيه. نعم. بعد فيه دوتغ نيفو، كاين ناس يلعبوا 7 سوايع 8 سوايع ديكزيرسيس باغ جور كيما بتيموح الله يبارك، هو يقدر افيك سون اوغاي ايغيزي يقدر يخرج لي دي ديفو كو انا مانيش نشوف فيهم، مانيش نسمع فيهم. بصح فيه مينيموم بازيك افوار، لازم تكون عندك يعني درجه يعني معينه في العزف باش تقدر تشوف اسكو الانسترومون تاعك مليح ولا لا. في جانب اخر، مثلا اللوتي ما يقتصرش على صناعه اله واحده، اللوتي يقدر يدير ريباراسيون، يقدر يدير صناعه تاع اله واحده اخرى، يعني عود، يدير مثلا المطار، يدير موندولين، يدير جيتار، يعني لازم مش محتم يكون يلعب الآلات كل، مي أو موا آلة واحدة عنده أوري ميزيكال، والآلة اللي ما يعرفش يعزف عليها ويخدمها لازم يكون لازم يكون معاه أن ميوزيسيان بروفيسيونيل اللي يخليه يلعب قدامه هذيك الآلة اللي صنعها اللي ما يعرفش يعزف عليها باش يعطيه وجهة نظره. نعم. لأنه يعني وحده لو كان يبقى غير وحده يصنع وخلاص مش راح يتقدم، راح يطور حرفه. نعم. يعني التقييم في النهاية ما هوش رأي تقني آخر ولا حرفي آخر ولا فنان آخر في صناعة هذه الآلات، لكن التقييم النهائي يعود للعازف. التقييم النهائي انا دابخي مون اكسبيريونس في الاله اللي ميتريزيها يعود للصانع وللعازف، لازم تكون لا ساتيسفاكسيون دي دو. لو كان الصانع ما يكونش ساتيسفي ويقول لا لازم يا كيك شوز كي مانك لازم نزيد نطور فيها ايتو سي بيان، لو كان هو ما يعرفش اصلا سي بيان وسي با بيان، هنا راح يكون الروتور اوتوماتيكمون للعازف هو اللي راح يعطيه، ولازم يكون واحد اونت، ما يكونش واحد كما يقولوا يل كاريس دون لو سونس دو بوال، يعني بدون مجاملات، يعني نعطيك الراي بدون مجاملات لازم يكون واضح معاه هكذا باش يتطور، سينو مش راح يتقدم. طارق العياشي، لو كان سقسيك الفرق بين آلة العياشي وآلة اخرى كما تشوفها نتايا، والله كما يقولوا لك الفنانين على غير رب تيموح رايهم، يعني رايهم في موندول العياشي وموندول من صناعات اخرى ولا بأيادي والله أخرى. انا خرجت من التقليد، يعني بكل انسان فنان يحب يحط بصمته، يحب يحط سون امبرانت في الشيء اللي يخدم فيه. انا حاولت جوست نزيد شويه ديرابيليتي تاع الانسترومون، تما المواد الصناعة يكونوا بروفيسيونيل، يكونوا جودة عالية. جو مو سوي انسبيري من لا فينيسيون تاع هنا لي لوتي اللي يخدموا هنا لي زوكسيدونتو، هنا يخدموا دي فينيسيون يعني ايريبروشابل كما يقولوا. يعني طورت شوية في الفارنيش تاع الانسترومون، الفيرنيل تما حاجة توب، لا ديورابيليتي تما ما يبقاش الموندول بعد 2 3 يبدا يتعوج، يبدا يتقوس، يبدا يفسد، يبدا يكومونس افريزي، فهمت؟ اي في المجال لي ديمونسيون تاع الموندول اي تو جي في كلك اميليوراسيون، كيما مثلا لو فوليوم تاع لا كاس جي لي شانجي، جي لي موديفي، لانه في لي غاباري اللي يخدموا بهم حاليا في الجزائر ناقصين شويه لي باس. دونك حاولت نزيد شويه في الفوليوم دو كاس باش تخلي شويه لي باس تاع الموندول يكونوا شويه قويين. ابري كاين بعد شويه اسرار في النيفو دو لا طابل دارمونيك اللي حاولت نطور فيهم،
باستعمال بعض الوسائل الإلكترونية، باستعمال مثلا في كيفية الصناعة، اعتمد على مثلا دي ديكوباج سي ان سي سواء لازر او بيان فريزوز نوميريك، و avec une géométrie زعما proportionnelle basée sur quelques équations etc. parce que بحكم ma formation en génie civil حاولت نزيد شوية من معلوماتي يعني العلمية في هذا المجال، نعم هذا جست باش نطور برك هذا جميل. آخر منظول خدمته ولا آخر منظول راك تخدم فيه طارق؟ آخر منظول هو المنظول دو تيموح. il y a eu une publication récemment par تيموح. نعم، وكان شرع على صفحته. إذن كان هذاك هو آخر منظول. هذاك هو آخر منظول توصلت أني نصنعه بالمعاونة بيان سور تاع مسيو محمد عبد النور. المعاونة كانت اونيفو ان فات كانت على خلال 4 سنوات تقريبا، 3 4 سنوات تقريبا. ما كانش أول منظول اللي صنعته مسيو محمد عبد النور، كان رابع منظول جو بونس ولا خامس. حاولنا نطوروا شوية المنظول دابخي ليكسبيريونس تاع تيموح او نيفو سونور، و كي يكون دي زيكزيجونس في لا سونوريتي. مثلا هو يقول لي هنا إلي با إكيليبغي المنظول، نعم مثلا كي يلعب لي زيغو مثلا قويين على لي باس. نعم أنا بالي روح واش درت في لا طابل دارموني، لي باراج اللي درتهم في لا طابل دارموني، دونك لا بروشين فوا لازم نقص هنا نزيد هنا، جاجوست لا فريكونس تاع لا طابل على هاد لا فريكونس نعم ماشي هاد لا فريكونس. دونك هو يعطيني سون روسونتي دابخي سا لونغ اكسبيريونس في الدومين، وانا جو لا ترادويز او نيفو بوا ديمونسيون كونسيبسيون. نعم فوالا، هذا هو اللي يعني هو كملني في سون روتور، كمل لي هذيك باسكو انا مانيش عازف محترف، نعم هو عنده هذيك لوغي سونسيبل، دونك تكاملنا غادير في هذا جوست الهدف انه نطوروا شويه في هذا خاصه آلة الموندول. نعم جميل فوالا طارق، سعدت جدا بهذا الحوار وهذا اللقاء الخاص معك من قسنطينة حتى بارك فرنسا. الله فيك. ربط بيننا الجسر التاسع، جسر الإذاعة الجزائرية من قسنطينة. ربما تحب تمد كلمة أخيرة تجاه الناس اللي يحبوك، الناس اللي يحبوا هذا الفن، فن صناعة الآلات الموسيقية، سواء داخل الجزائر ولا خارج الجزائر كذلك. أنا نصيحتي للناس للشباب اللي متواجدين حاليا في الجزائر ولا خارج الجزائر، اللي يحبوا يتعلموا هذه الصنعة ويحبوا يتعلموا هذا الفن ويرتقيوا به يعني لي نيفو بلو سوبيريور عليا إن شاء الله إن شاء في الله. المستقبل، هو أنهم ما يبقاوش متقوقعين في هذيك الأفكار ربما تكون خاطئة هي أصلا، ويبقاو في هذيك منطويين على نفوسهم، يقول لك نو سر المهنة سر المهنة، ما كانش يعني سر فريمون فلاغرون افوار، بصح لازم يكون تبادل، لازم يكون ليشانج، صحيح، واللي لازم عنده يكون علم يمدو ليشانج، للناس ما يبخلش به، اللي عنده حاجة يعرفها لانه يمد. قدر هذاك العلم اللي عندك هذيك لا تكنيك اللي عندك ممكن تكون غلطة صحيح، وانت حاكمها محتكرها عندك، والناس عند بالهم باللي راك حاجة كبيرة، مي فينالمون من بعد il va y avoir une génération تجي يقولوا لك سي دي مودي سا سي فو اصلا. نعم لازم يكون هذاك ليشانج لوفيرتور، ما تكون عن طريق الا يعني معهد ولا حاجه يعني تكون ستاندارديزي، ومن بعد بهذيك لا باز تكون صحيحه، من بعد الابداع يجي يعني بصفه تلقائيه من عند الشباب وهذوما المواهب ان شاء الله الصاعده. نعم وهذا ما كان فوالا، هذه شكرا جزيلا، نصيحتي اللي جان. شكرا جزيلا بارك الله طارق فيك. العياشي، من ابرع صانعي الموندول، فنان بارع جدا في صناعة هذه الآلة الموسيقية التي تستعمل في عدة طبوع غنائية موسيقية والله هنا أنا في. أخويا تفضل جيل طارق. نعتبر روحي أنكوغ مبتدئة، مانيش
بارع بارع يعني. طبعا هذا من تواضعك، ما زلت هذا من تواضعك. انا بارك نظن الله فيك. اللي يهز البتي موح يعني يهز له الاله تاعو ويعزف بها، ما بقى حتى مبتدئ، هنا راهو بارع وبارع جدا كذلك. نتمنى لكل التوفيق طارق، سعدت جدا بارك الله بالحديث فيك اليك وهذا الحوار الخاص. شكرا لكم، كنتم على اثير الاذاعه الجزائريه من قسنطينه، كان هذا اللقاء الخاص مع الفنان والصانع الموندول طارق العياشي من فرنسا. شكرا جزيلا لكم، دمتم بكل المحبه، والى لقاءات اخرى، والى اللقاء.